خليني أبدأ مع دكتور مجدي. دكتور مجدي الحقيقة رئيس السيسي النهارده قال مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على الأرض. إلى أي حد يعتبر استضافة مصر لهذه الدورة من قمة المناخ بداية أو أمل لبداية جديدة من أجل تنفيذ الوعود ومن أجل تضييق الفجوة ما بين الأمال والطموحات وبين الواقع على الأرض؟ وطبعا الحقيقة يعني عايز أقول في الأول أن انعقاد مؤتمر كوب 27 على أرض مصر هو تطور غير عادي وخطوة يعني لم تتكرر سابقا، ولأول مرة تستضيف مصر كوب 27 أو يعني مؤتمر المناخ قمة للمناخ على أرض مصر يعني. ولكن يمكن عقد قبل كده في كينيا وفي المغرب وفي 4 دول أفريقية يعني. فهذه 5 مرة بعد طول غياب الكوب عن قارة أفريقيا، فمصر تقدمت في المؤتمر السابق في بريطانيا، وكان تقريبا شبه إجماع باختيار مصر لانعقاد مؤتمر الكوب 27، وفي حد ذاته هو شهادة دولية بثقة مطلقة في النظام المصري أولا وفي الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجزء الثاني في الموضوع أنه جاء هذا الوقت والعالم في اضطرابات سياسية ومناخية واضطرابات اقتصادية عنيفة جدا، فالموضوع بقى يعني موجع ثلاثيا، النقص المالي والشح المالي يقابله شح مائي من ناحية المناخ، والجزء الآخر حجم التوقعات بالحروب ما بين روسيا وأوكرانيا، وهذه الحروب متصلة أساسا بالقمح الذي يصل إلى أفريقيا وإلى مصر، وأنه يتدخل الرئيس بنفسه لحل هذه المشكلة، فكان ده يعني يشكل بعد إضافي لبعد المناخ. فبقينا نعاني من 3 تحديات: تحدي الأمن الغذائي اللي هو أصلا ناقص من غير أي حروب ومن غير أي مشاكل، وده على فكرة التحدي الأول، وده التحدي اللي في المناخ أيضا، إن المناخ ضرب أكتر من مناطق في الأمن الغذائي، فأصبح درجة الحرارة اللي بتزداد درجة واحدة بيبقى قدامها نقص شديد في المحاصيل الأساسية للغذاء البشري. الجزء الآخر يتصل أيضا بما يطلق عليه الآثار السلبية للهيت ستريس والهيت ستروك، اللي هي ضربات الشمس اللي بتيجي نتيجة زيادة المفاجأة في درجة الحرارة. مسجلين حوالي 25 مليون حالة وفاة على مستوى العالم بسبب المناخ، ضربات الشمس بسبب المناخ عموما. وجزء يتصل بأنه حصل فلير اب، يعني حصل اللي هي بالبلدي بنقول عليها الشوطة، يعني حاجات كانت فيروسات وبكتيريا كانت انقرضت وفجأة عادت مرة أخرى. حتى أنه السل والربو والأمراض اللي والكوليرا اللي كانت اختفت عادت مرة أخرى. يا حضرتك بتربط ده بالتغير المناخي؟ طبعا، لأنه بيحصل حاجة، التعبير بتاع الفلير اب ده يعني يمكن أقرب كلمة شوطة. للشوطة يعني. شوطة هي فعلا، هو شوطة مرة واحدة. أصل فجأة فعلا بدأنا نسمع عن السل تاني والكوليرا، يعني استغربنا. الكوليرا دي كنا يعني بنعتبرها حاجة يعني خلاص فاتت وعدت وخلاص مش ممكن نسمعها تاني، بنتكلم عن تاريخ. لا، في نسبة كبيرة من العلماء بيروا إن حجم الفيروسات والبكتيريا والأمراض اللي ظهرت في فجأة في آخر 5 سنوات، يعني اعتقد مجموعة كبيرة من العلماء بيعزوا ذلك لتغير المناخ، وعندهم ايفيدنس بيزد، يعني عندهم في دلائل مادية، دلائل مادية يثبت انه حصل تحور. ما كورونا دي على فكرة احد نماذج التحور، هو كان فيروس وبقى فيروس شرس من كتر هذا الموضوع. ولذلك يعني الجانب يعني الصحي، يعني حضرتك النهارده حطيت ايديك معانا على نقطة مهمة جدا نفهمها للناس كده ببساطة، انه التغير المناخي ده مش حاجة رفاهية احنا بنتكلم فيها. القمة دي اللي حاصلة في شرم الشيخ مش بتناقش حاجة رفاهية، اصل احنا الناس بتفكر احيانا ان زرع الشجر بالظبط، انه يعني ايه، ان احنا بدل ما بنتكلمش عن الحاجات المادية الملموسة اللي حاسينها دلوقتي حالا فيبقى الموضوع ده رفاهية. فلا، احنا هذا التغير المناخي مش هيأثر، لا ده أثر وبيأثر على حياتنا.
أول خطورة فيه هو التأثير على الصحة العامة. وده على فكرة كان يعني حتى منظمة الصحة العالمية كانت طلعت فايل كامل على آثار المناخ على الصحة العامة عموما. وطبعا في ناس عندهم يعني نوع من الهشاشة لمقاومة الأمراض بالذات الأطفال والمسنين. والاثنين دول الفئتين دول أكثر فئتين بيتأثروا بالمناخ. أضيف ليها طبعا فكرة المال نيوتريشن سوء التغذية وفكرة قلة التغذية، الاثنين بيزيدوا من الأمراض. يعني سوء التغذية ان الناس تاكل نشويات بس مثلا ومفيش خضروات ومفيش حاجة، او انه قلة التغذية مش موجودة. ولو نتذكر انه يعني الفترة اللي كان حصل فيها جفاف في افريقيا وصور الناس اللي كانوا جلد على عظم من نتيجة الجوع ده، ده أحد أعراض المناخ العنيفة. ثم نكتشف بعد ذلك أن سبب السبع سنوات العجاف اللي حصلوا من الجفاف والحرارة في أفريقيا أن البرازيل قطعت تلت حوض غابات نهر الأمازون. واكتشفنا أن غابات حوض نهر الأمازون دي هي من الرئة الرئيسية للكرة الأرضية. فالراجل الرئيس البرازيلي اللي قرر يعمل سد فشال تلت غابات حوض نهر الأمازون. بعد سبع سنوات اكتشفنا ان ما حدث في افريقيا كان سببه غياب الغابات الاستوائية اللي موجودة في البرازيل. ده يقول لنا يعني شوف إن موضوع حضرتك انه اللي بيحصل في حتة ممكن يأثر على حتة تانية بعيدة خالص. للأسف مفيش طبعا عقلنا ممكن ما يتخيلش انه ده واقع. لا، لانه اصل هو يعني التلاتة سفيرز بتاع الحياة اللي هو الغلاف الجوي والغلاف المائي وسطح الكرة الأرضية هم الثلاث طبقات اللي احنا عايشين عليهم ككائنات. فلما بيحصل اضطراب في الغلاف الجوي أو في الغلاف المائي أو في الطبقة القشرة الأرضية زي ما حصل تسونامي مثلا، تسونامي لما جه يعني 700 كيلو في الداخل زلزال من قاع البحر شال مدن بحالها، ما فيش بعدها بسنة كانت المحطة النووية من إيران من في اليابان النص الجزيرة نزلت في المحيط. فطبعا ده كان بلا مقدمات. ومشكلة بقى مشكلة أزمة تغير المناخ انه بيجي المرة دي الصدمات مفاجأة ودون اي انذار، زي ما كده في اسكندرية مرة واحدة لقينا اسكندرية كلها تلج. وزي ما لقينا يعني 9 ساعات من الأمطار غرقت الدنيا زي 9 سنوات. ولما حصل برضو في كفر الشيخ وفي البحيرة الغرق والسيول الشديدة لدرجة ان الناس ما كانتش عارفة توصل لبيوتها، كل ده كان بلا مقدمات. يعني مرة واحدة بتلاقي مطر شديد ومرة واحدة تلاقي جفاف شديد. ده اللي احنا بنقول عليه ان هو حاجة مش متوقعة. يعني الايرلي ورنينج سيستم في العالم كله، اي نظم الانذار عندنا وفي العالم، أقصى حاجة تديك دقة 7 أيام، ممكن 8 أيام 9 أيام، لكن غير كده ما نقدرش نتنبأ بأن في تغيرات مناخية لمدة طويلة. ودي أزمة من أزمات التعامل مع قضية المناخ، إنه يضرب في أي وقت وفي أي مكان وما تعرفيش عمق الظاهرة إيه. يعني هو هيضرب التصحر ده، يعني إحنا خسرنا 25,000 فدان الوطن العربي بسبب الجفاف اللي حصل. طبعا المراعي التقليدية جزء كبير منها فقدناه، وبالتالي الماعز والمشاة اللي كانت عايشة عليها تأثرت بشدة. فهو المناخ بيضرب صحة الناس وبيضرب الثروة الحيوانية وبيضرب الأمن الغذائي. موضوع في منتهى الخطورة. طبعا. يعني مسألة مش سهلة.